العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحمد لله الأول بلا زوال، والدائم بلا فناء، والقائم بلا عناء، والمؤمن بلا نهاية، والمبدئ بلا أمد، والصانع بلا أحد، والرب بلا شريك. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، ختم الله به الرسالات وجعله مجمع الكمالات. اللهم صل عليه صلاة تنشر بها رحمتك علينا وتدفع السيئات عنا، وصل على وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى بضعته الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. اللهم وصل على سبطيه الحسن والحسين إمامي الأمة قاما أو قعدا، وصل على أئمة الهدى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم وصل على الإمام المختار والسيف البتار أنيس المؤمنين وناصر المستضعفين نهج الحق وميزان الصدق القائم بالقسط والحاكم بالعدل المهدي المنتظر، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أحسنتم، جزاكم الله خيرا. أخوتي أخواتي، أحب أن أتحدث حول موضوع أراه مهما، ألا وهو موضوع البطالة، وأرجو أن يتضح المطلب بشكل واضح للجميع. طبعا مفردات البطالة كثيرة، يعني معنى البطالة، لكن أنا أتكلم مع مفردة لها مصاديق اجتماعية في موردين أساسيين، وسنأتي يعني نتحدث عن بعض الجزئيات لعله. البطالة تارة نريد منها في حديثي أن الإنسان مثلا بذل أهله عليه أموالا وبلغ مبلغ الرجال وهم ينتظرون خيره كما نقول في أن يحصل على وظيفة معينة حتى يكمل مشروع حياته، لكنه لم يتوفق. السبب منه من غيره يأتي. فاجتماعيا نعبر عن هذا عاطل، أو عندما نحصي البطالة نجعل هذا من الذين يدخلون في رقم عدد البطالين، فهو لا يملك وظيفة، يعني لا يملك مرتبا شهريا. وتارة نطلق البطالة على شخص آخر وهو أن يملك مرتبا شهريا لكنه لا ينتج، التفتوا معي، لكنه لا ينتج، يعني ليس له عمل، وأيضا نقول هذا عاطل عن العمل، وهذه نعبر عن هذه بطالة. البعض يعبر عنها بطالة مقنعة كذا، لكن واقعا هي بطالة إذا قسناها مع العمل. ليس له عمل، عنده مرتب لكنه لا ينتج.
أنا أتكلم مسألة اجتماعية غير مرتبطة بجهة. الحالة الأولى طبعاً حالة خطرة، الإنسان عندما يأمل بعد أن يقطع شوطاً مثلاً من الدراسة ويأمل أن يستقر بحالة أخرى غير حالة الدراسة ثم لا يجد شيئاً من ذلك، يصاب بالإحباط، وهذا الإحباط خصوصاً إذا شاركه غيره في الإحباط، أي له زملاء أصدقاء مثله، هذه حالة الإحباط ستكون حالة اجتماعية، وهذه الحالة ستولد حالة أخرى أخطر، لأن هذا سيكون فقيراً، وإذا كان فقيراً في بعض الحالات إذا لم تكن أيضاً روحيته قدرته بمستوى كبير، هذا الفقر سيولد أفكاراً أخرى، وسيكون هذا الفقير طعمة لجهات أخرى، بل هو سيحاول أن يلجأ إلى مشكلة بزعمه أنه ستحل المشكلة، وبعبارة أخرى سيهرب من هذه المشكلة إلى مشكلة أخرى. لماذا؟ لأنه كان يأمل وهذا الأمل لم يتحقق. فالبطالة من المظاهر السلبية في المجتمع، والمجتمع كلما كثر البطالون كلما زادت المشاكل، فهو عبارة عن جرس انذار اجتماعي. أتحدث عن قضية اجتماعية، من المسؤول؟ جهات أخرى مسؤولة، حكومية، سياسية، اقتصادية، هذه مسألة أخرى. والحالة الثانية هو بطال بلا إنتاج، أيضا هذه حالة من الحالات الخطرة. لماذا أخواني؟ التفت، المال هو ليس كل شيء، لكن المال بالمقدار الضروري ضروري، يعني بمقدار الكفاية المال ضروري مقوم لحياة الإنسان. فإذا كان البطال من النوع الثاني عند مال لكن ما عند إنتاج، سيشعر بالملل، سيشعر بالتشاؤم. الإنسان الذي ينتج يكون إنساناً متفائلاً، يكون إنساناً يرى نفسه عنصراً مهماً في المجتمع. لاحظوا، أمير المؤمنين عليه السلام ذكر هذا المطلب، قال: من تساوى يوماه فهو مغبون. لاحظوا دقة العبارة، اليوم الأول عن اليوم إذا تساوى إنسان أخلاقياً في غب يفترض اليوم القادم أفضل من اليوم الحالي. فهذه البطالة ستولد مجتمعاً متشائماً متكاسلاً، وفي جزء منا شباب في طاقة وفي همة، سواء البنى البنيوية الجسمية أو الفكرية، ويرى نفسه عاطلا، يرى أن الفرص مغلقة أمامه. بالنتيجة هناك آثار سلبية تحدث بهذا. وأنا كما قلت البطالة تولد حالة من الفراغ، والفراغ قاتل الإنسان. إخواني التفتوا جيدا ماذا أقول، الفراغ يقتل الإنسان.
وهذا الفراغ حتى في أدعيتنا. الإمام السجاد يقول: إلهي إن قدرت لي فراغ فاجعله فراغ سلامة، لأن الإنسان الفارغ يكون مشوش، تأتيه فكرة يمنى يسرى، ذهنه غير مستقر غير مشغول بشيء، ولذلك هو فارغ. وهذه المسألة فارغ عقائديا أخلاقيا عمليا، أنا أتحدث عن الفراغ بما هو فراغ. ولذلك البطالة خطرة جدا، فلا بد من معالجتها بالحد الذي نستطيع اجتماعيا أن نحل البطالة. أحد يسأل يقول: كيف نحل وبعض الأمور ليس بيدنا؟ صحيح، لكن أنا أقول تشخيص المشكلة بداية لحلها. لابد أن نفهم هل البطالة اجتماعيا أمر صعب؟ نعم، البطالة اجتماعيا أمر صعب. كثير الآن من المشاكل الاجتماعية، ولا أريد أن أعدد والبعض يعرف ماذا أقول، كثير من المشاكل الاجتماعية سببها البطالة، كثير من الانحرافات سببها البطالة، كثير من التصرفات الغير مسؤولة سببها البطالة. البطالة عبارة عن أمر خطير اجتماعيا، كما تكلمنا فيما سبق عن أثر الطلاق وتهديم الأسر وبلا أسباب مسوغة، كذلك البطالة عبارة عن قضية اجتماعية سلبية جدا. إذا أردنا أن نجعل الناس تتفاءل علينا أن نجعلها منتجة، المنتج يتفاءل، وهذا من أبسط الأمور. الآن الفلاح العزيز الذي يتمسك بأرضه وجزاه الله خير، هذا الفلاح إذا زرع مرة مرتين عندما يرى الناتج يتفاءل، لكن عندما لا يرى الناتج يشعر بالضجر قد يجعله يترك أرضه والعياذ بالله. إذن أخواني، أنا أحببت أن أبين من جملة الأدواء الاجتماعية هو داء البطالة، وعلى الجميع بلا استثناء أن يتصدوا لرفع هذه البطالة وتقليل النسبة، لكن نلغي البطالة، نرفع البطالة، والأخوة يشعرون بالفائدة والمجتمع أيضا يشعر بالفائدة إذا اشتغل الأخوة وشغلوا أوقاتهم بشيء نافع. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتزديد. اللهم أرنا في بلدنا كل خير، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع لهم بيننا وبينهم بالخيرات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.